يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لأول مباراة له مع المنتخب السعودي وسط معنويات عالية وطموح كبير لتحقيق بداية موفقة لتسهيل مهمة العبور إلى الدور القادم من هذه البطولة. صفوف مكتملة بعد عودة فهمي دوربين للتدريبات يقودها برانكو مطبقا جملا تكتيكية وخطوطا فنية يجهز بها كتيبة الأحمر لموقعة الأخضر السعودي مدركا أهمية البدايات في مثل هذه البطولات خاصة وأن المنتخب السعودي متمرس في البطولة الآسيوية بحكم تاريخه الطويل حيث شارك في 11 مرة سابقة فاز فيها بثلاث بطولات آخرها كان في عام 96. تعرف معسكر كان مطول معسكر أدي طويل طرق في كرة أساس الجوانب البدنية والجوانب الفنية الحمد لله يعني نحن وصلنا اليوم خلاص دخلنا عبارة البطولة ونحن من وصلنا للدوحة كنا خلاص اوريدي نحن يعني مخلين في بالنا اننا دخلنا اجواء البطوله والحمد لله في شباب ما شاء الله عليهم مضبطين جدا والوضع كلها بشكل عام مهيئ على اساس انك انت اليوم تلعب كره قدم انك تكون فاتم الاستعداد يعني الحمد لله رب العالمين ان الله سبحانه وتعالى قدرنا ان اكون ان شاء الله موجود في هذه البطوله بالنسبه للبطوله الثالثه بغض النظر هي كانت بالنسبه للبطوله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه كثر ما نقدر نحن كلاعبين دائما نعطي كل ما عندنا نحن في ارضيه الملعب نخدم للوطن والله يقدرنا نفرح يعني الجماهير العمانية اللي موجودة هناك في الوطن في أرض الوطن وكلاعبين طبيعي يعني في أوقات أنت لازم تكون كلاعب خبرة في هذا المجال أنك على الأقل تحاول أنك تشيل الضغط عن المجموعة من اللاعبين خاصة اللي أول مرة راح يشارك في هذه البطولة وعلى ما أعتقد أن أوريدي أغلب لاعبين مجموعة كبيرة منهم شاركوا في أكثر من بطولات هي ما فيها فروقات كثيرة يعني بين بطولة وبطولة كثر ما أنك أنت كلاعب لازم تكون جاهز بدني جاهز ذهنيا أول شيء قبل أن تكون جاهز بدنياً نافواً واللاعبين ما شاء الله عليهم يعني التزامهم هذا يدل على أنهم هم جاهزين ذهنياً وهذا يعني مؤشر إيجابي بالنسبة لنا نحن كلاعبين منتخبنا الوطني يخوض المواجهة الافتتاحية يوم 16 من هذا الشهر وهو الذي لعب 4 مباريات افتتاحية في النسخ الماضية لم يستطع من خلالها تسجيل حالة الفوز ففي عام 2004 خسر أمام المنتخب الياباني بهدف نظيف وفي نسخة 2007 تعادل مع المنتخب الأسترالي بهدف لهدف وخسر من المنتخب الكوري الجنوبي في نسخة 2015 وفي آخر مشاركة في الإمارات خسر منتخبنا الوطني أمام المنتخب الأوزبكي بهدف لهدفين تدريبات قائمة على قدم وساق المدرب جالس يوقف على تفاصيل معينة بالنسبة للفريق وأيضا قراءة للفريق المنافس منتخب السعودي أكيد منتخب كبير غني عن التعريف متمرس في هذه البطولة احنا كذلك احنا عندنا طموح كبير نروح بعيد في هذه البطولة يوم بعد يوم الجاهزية تعلى والتركيز من الشباب عالي جدا أريحية الحمد لله رب العالمين في المعسكر و وبين اللاعبين إن شاء الله نتمنى أن نبذل قصارى جهدنا في المباراة ونسأل الله التوفيق إن شاء الله تعالى أكيد مثل ما تعرف حلاوة المباريات بالحضور الجماهير الجمهور العماني طبعا شاهدنا فيه مجروحة دائما ما يكون حاضر ومساند لنا دائما في المحافل في البطولات في المباريات سواء اللي في السلطنة أو اللي خارج السلطنة حضورهم جدا مهم في المباراة أكيد التذاكر نفذت من وقت مبكر قبل المباراة هذا دليل على أن الحضور بيكون كبير وإن شاء الله الجمهور العماني يكون له النصيب الأكبر في الحضور ويكون إن شاء الله سند لنا وإن شاء الله أن نطلع بفوز ونفرحهم برانكو يرى بأن الحظوظ متساوية بين المنتخبات وأن المنتخب الوطني جاهز لتقديم أفضل نسخة له في هذه البطولة وكما يرى ذلك محللون رياضيون عطفا على المستويات التي قدمها الأحمر العماني خلال المباريات الماضية لبرنامج مساء آسيا عبد الله بن راشد الكعبي الدوحة